يا ليله سودة على دماغك. ايه يا بنت اللي انت بتعمليه ده؟ وانا اللي فكراكي نايمه ولا بتذاكري ولا بتعملي اي حاجه ايه يا بنت اللي بتعمليه ده؟ الباب معمول عشان الناس تخبط عليه. خبطه في دماغك؟ ايه المسخره اللي انت فيها دي؟ ايه الكلام ده يا عمته؟ انت بقى مسخوطه اللي هتعلميني الادب ان شاء الله. يعني ايه مسخوطه؟ وادي التلفزيون، اتفضلي انزلي لي هنا واقعدي على الكرسي، ذكريلي الكلمتين ينفعوكي في المستقبل المظلم اللي هتقابليه ان شاء الله. جيل هيشوف سواد، سواد في الليله اللي احنا فيها دي. اتفضلي. في حاجات مش فاهماها وفي حاجات مش عارفه اعملها، ومامي دايما كانت بتقعد معايا تساعدني. خلاص يا ستي، انت قولي لي وانا هساعدك. ايه هتعرفي يعني؟ ايوه هعرف طبعا. يا ساتر، ما ده سيدي يا اختي اللي بتاخد فلوس قد كده وفي الاخر يخلوا الاهل هم اللي يقعدوا يذاكروا، يعني حاجه رهيبه. اتفضلي. إيه؟ هو كله انجليزي كده ولا ايه؟ طيب بصي يا حبيبتي، انت قولي لي السؤال وترجمته وانا هديكي الاجابه بالعربي وانت تترجمي وتكتبي وتحلي. يا انت شاوري لي على السؤال وتشرحيه وانا هرد على طول. يلا. مش عارفه تقري وتعرفي تحلي؟ يا ست انا عارفه اقرا بس غالبا يا النور ضعيف يا نظري اللي ضعف. اقري يا امي وترجمي. اسمعي. نعم. Write the word from the box to match the meaning. Underline that soft C or G in each word. ايه ده كله ده؟ ايه الحلاوة دي؟ كل ده عرفتي تقوليه مرة واحدة كده؟ بصي يا حبيبتي، أنا وأنتي هنستنى مامي لما تيجي وتفهمك وتفهمني، لكن بالنسبة لدلوقتي حضرتك تكملي وصلة الرأس بتاعتك. اتفضلي. أنا آسفة لحضرتك. تعالي يا حبيبتي راسك اهي، ربنا يعني تعلمنا. باي باي.